المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاة أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أولئك المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء